هوس الشهرة. بعض الناس هموا من شهر بأي طريقة، ظنا بأن الشهرة رح تجلب لهم المال أو السعادة، ولجل ينشهروا مستعدين يسووا أي شيء. ولذلك اليوم جبت لكم أشخاص ارتكبوا جرائم قتل بس عشان الشهرة. في عام 2015 في الليل جاء اتصال للشرطة من وحدة بتنهد وبتطلب النجدة. الاتصال ده جاء من بنت اسمها كريستوفر وعمرها 13 سنة. بعد ما الشرطة حددت الموقع ولبت الطلب وراحت للبيت، شافت كريستوفر على الأرض وغارقة في دمها. وأول ما جل إسعافه قبل ما تفقد وعيها قالت اللي سوى كل ده أخوانها روبرت ومايكل. قبل ما أقول لكم إيش صار وإيش السبب، خلوني أعرفكم على العائلة اللي وبيدت. العائلة مكونة من 8 أشخاص، الأب والأم وثلاثة بنات وثلاثة عيال، منهم روبرت ومايكل. روبرت عمره 17 سنة ومايكل عمره 16 سنة. الاثنين دول مهووسين بالقتل المأجورين، ودائما يتابعوا أخبارهم وقصصهم ويحاولوا يصيروا زيهم بأي طريقة. وروبرت من عمره 13 سنة وهو بيفكر يقتل عائلته وبيفكر كيف الطريقة وش يسوي، وكان يجمع مصروف المدرسة لدي يشتري سكاكين وأشياء يستخدمها في جريمته. بدأت الهرجة يوم أمهم قالت لأختهم كريستوفر اللي عمره 13 سنة. يوم كريستوفر راحت لغرفتهم شافت مايكل بيسأل روبرت نسويها اليوم وهو بيقول نسويها، وكانوا مطلعين سكاكين حادة كثيرة كده حاطينها على السرير. يوم سألتهم السكاكين ذي حقت إيش وإيش رح تسوي بيها، مايكل قال لها تعالي شوف الكمبيوتر، في شيء في الكمبيوتر. هنا كريستوفر ما شكت في أي شيء ودخلت لجل تشوف إيش الهرجة وإيش بيصير. وأول ما دخلت روبرت جاء من وراها وطعنها بالسكين. كريستوفر عرفت إنه هنا بينهي حياتها وحاولت تقاوم وصرخت، ولما لقت فرصة شقدت لغرفة أختها الصغيرة وقفلت الباب. ويوم الأم سمعت الصراخ والضجة اللي بتصير راحت تشيك إيش اللي بيصير، بس أول ما طلعت وشافت المنظر من هول المنظر اتجمرت في مكانها وما قدرت لا تتكلم ولا تتحرك. قبل ما تقول أي كلمة مايكل هجم عليها وبدأ يطعن فيها. على حسب التقرير حق المشرحين إنه انطعنت الأم حوالي 48 طعنة في كل أنحاء جسمها. بعد ما شافوا أمهم ما عاد بتتحرك اتجهوا الأخوان لغرفة أبوهم وطعنوا الأب اللي كان نايم وقتها حوالي 28 طعنة، وراحوا لغرفة أخوانهم غرفة ورا غرفة، لدرجة في واحد من أخوانهم شاف المنظر وقفل الباب على نفسه واتصل على الشرطة وقتها. Hello? Oh. Hi, where are you at? Broken Out, Oklahoma, 7411. What address? 709 Magnolia Court. Okay. Are you the only one there? No. My brother's attacking my family. Your dad is attacking your family? No, my brother. Oh. He has an idea of stealing me. Okay, who's attacking your family? What? Who's attacking your family? Yes. Who is it? أول ما فتح الباب هجموا عليه وقتلوه هو كمان. وقتها كريستوفر لقت فرصة وخرجت لجل تفعل جرس الإنذار اللي في البيت، بس روبرت ومايكل عطلوه وقتها، وكانت حتخرج برا البيت بس طاحت من كتر ما إنها نزفت. صارت تصرخ وتطلب النجدة، وأول ما جات الشرطة سمع الصراخ كريستوفر وهي تطلب النجدة. وأول ما دخل الشرطة البيت شافوا كريستوفر طاحة على الأرض وجسمها كله دم. ولما شالوها للإسعاف وقبل ما يودوها المستشفى قالت للشرطة إنه أخوانها هم ورا كل شيء، روبرت ومايكل. والشرطة فتشت البيت كامل ما لقيوا غير جثث العائلة، ما كان في أحد عايش إلا أختهم الطفلة اللي عمرها سنتين وكريستوفر اللي نقلوها للمستشفى. واختهم الصغيرة اللي كان عمرها سنتين كانت في الغرفة وهم ما راحوا لها. روبرت ومايكل يوم شافوا الشرطة جات شردوا من الباب الخلفي وراحوا اتخبوا في الغابة. فالشرطة استخدمت الكلاب البوليسية وعرفوا مكانهم وتم القبض عليهم. يوم تم القبض عليهم مايكل باين من وجهه انه نادم، لكن روبرت كان مبتهج وتحس حاسس بالنصر او الفخر، ومن عيونه شوفوا ابتسامة تعرف ان الشخص ده كان ناوي على شيء جدا خطير بعد اللي بيسوي. وفعلا مع التحقيق عرف انه الاثنين دولا كانوا حيسووا مصيبة جدا كبيرة. وقت التحقيق روبرت قال لهم من عمره 13 سنة بيخطط، وخطته كانت انه بعد ما يقتل عائلته يفصلوا رؤوسهم عن اجسادهم ويصوروا رؤوسهم وينزلوه مقطع في اليوتيوب
ويسافروا بسيارة أبوهم في الطريق أي شخص يقابلوه حينهوا حياته. هدفهم يقتلوا 50 شخص، والشرطة ما شاءت التحقيق إلا مع روبرت، لأنه يوم كان يتكلم قالوا إنه كان يحكي خطته بحماس كأنه بيحكي قصة خيالية أو شيء، وأوقات يضحك ويتحمس في بعض التفاصيل اللي بيقولها. ونشروا تحقيق مايكل اللي كان وقتها ينكر ويوجه التهم لأخوه ويقول أخوه هو اللي هدده وأجبره يسوي كل ده. So here's a problem that we might have, and I don't want it to be an issue for you because you've been really cooperative. You know, we're going to talk to Robert too. So he's going to give us his version of the story, and, you know, sometimes they're going to be different. So is there anything that you kind of didn't quite tell me right, or you changed a little bit? And now that you understand that Robert's going to tell me everything. How can I tell you that I could forgive them? Because that's what I told him, you know, when we were sitting out. وأن أخوه كان بيحاول يقتل أكبر عدد ممكن لجل يكون مشهور زي القتلة المتسلسلين المشاهير. So did you guys have a goal? Did you have a number? He just wanted, I think he wanted to kill like 50. Okay. I mean, I have a goal. مع ضغط التحقيق اعترف بكل شيء مايكل، وقال انه هو قتل امه واخوه فقط، ما قتل احد ثاني، واخوه هو اللي قتل البقيه. So just kind of let us know, to be honest, the man up and tell us exactly what you did and start making it right. I hit Christopher. I did not stab Victoria with Daniel. You did not stab Victoria? Yeah, I did stab mom. You stabbed your mom? When she was walking away, I had to go for the night, but, you know. Is that when you cut yourself then? Yeah, I think I'd have to do that. Where did you stab her? I had to go from behind and cut a hole by the team. Did you cut her? I think so, yeah. This doesn't seem like something you have to think about. I know you're still kind of dealing with it. And I wasn't there, I wasn't the one doing it. But you don't have to think about it. You know what you did. So you cut her neck. You stabbed Christopher in the neck. How many times did you stab Christopher? 2 or 3, I think. And who else did you stab? Besides mom. Mm-hmm. وطبعا تم الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة. وبالنسبة لكريستوفر والطفل تم تبنيهم من قبل أقاربهم. وإذا وصلت لهنا أتمنى ما تنسى تزر اللايك وصلي على النبي.